سمر كيقصوا يلعبوا جوج بهم بحال العواب ستيتوين في نص الوقت مي كيبغي يكون راجل يكون راجل عاود كيجي عاود فريد الحمد لله هذه النقطة اللي كتعجبني فيها بزاف هو واحد الإنسان متفاهم وكيبارطاجي كل شيء وكيعاونني في أي حاجة في سما في شغل ديال الدار في الطياب في كل بزاف ديال الحوايج وي كنخاف دابا بزاف في واحد الخوف في شكال وخاص بنتي تكون بخير وعلى خير واحترابها وكنبقى مشطون معاها لان المسكينه كهز الحمال وعرفتي مع الدراري الصغار سي با فاسيل وغير انا ويا بوحدنا في كازا دونك ما كنلقاوش لي زعما يسترحنا شويه بحكم الوالدين ديالنا بعاد وداك الشيء ولكن الحمد لله ولفنا دابا وكان ولينا كنجيبوها معنا كما كتشوفي لي زانترفيو بحال ما هكا الحمد لله صراحه اش نقول لك زاد زينت ملي ولات ام هذه اول حاجه وثاني حاجه مسكينه تستريسات شفتويه لان بحكم انه عرفتي الامومه راه ما سهلاش كما قلت لك ما كاينش اللي يعاونها وداك الشيء وكانت هي خدامه وكان عندها واحد لومبلوا دابا ودابا ملي ولات جالسه كتقابل غير سمر شويه الحياه ديالها تبدلات ودابا عاد شويه ولفات عاد شويه انا كنحاول نعاونها باللي مويان اللي كنقدر عليهم بحكم انا ما كنكونش دائما كنمشي نقلب على اللقمه ديال العيش وهكا وصراحه كاين شويه الصعوبات وكنحاول زعما نفوتوهم هادشي اللي كاين جامعه هذاك الشيء انا عجبني بزاف لان الناس فرحانين بها وعندها ما يتقال لان الراس ديالها عامر ماشي والناس تعجبهم لا سبونتانيتي ولاو تيفتقروا ليها بزاف ديال الحوايج كاين اللي كيلقاو ناس يتصنعوا عليهم وهكا وحنا ما فيناش داك الشيء حنا كنتعاملوا مع الناس كيشوفونا كما كيشوفونا في التلفازه ولا تسمعونا في الراديو ولا تيقراو علينا ولا هكا كيشوفونا في الشارع وهذا الشيء اللي خلى رباب الحمد لله عندها دابا واحد الشعبيه بحكم انه كان عندها بزاف ديال لي فان متبعينا في فيسبوك وسير انستغرام وهما اللي قالوا لي دير لاشين حيت بغاو يزيدوا يتقربوا ليها وحتى انا كيزيدوا يتقربوا ليا من خلالها هي والحمد لله هادشي زادنا غير الخير ودابا راه تبارك الله راه حققت في تقريبا شهرين ونص 60,000 هذا متتبع راه ما ساهلاش سير لاشين ديالها وتنتمنى لها التوفيق فريد بصراحه ما كيجوش مواقف اللي غادي يغير عليها لان انا كنحترمه وكنحترم نفسي في نفس الوقت كيثق في راسو وكيثق فيا يعني الغيره ما عندهاش كنشكر البلاطو ديال لاله فاطمه والطاقم ديالو على هذه الاستضافه هذه وهذه الدردشه الجميله ونتمنى انني كنت خفيفه على قلبكم وانتظروا الجديد ديالي دائما على لاله فاطمه